السيد المقرر، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يعربون عن قلقهم من تردي حالة حرية التعبير والتجمع السلمي ومتزايد حالات الإعدام. يكمل هذه الأيام المتظاهر محمد الودعاني 5 سنين من 15 بسبب تظاهره السلمي، كما يقترب خالد العمير من 8 سنوات في السجن بسبب دعوته لنصرة غزة. أما في 2 يناير 2016 أعدمت السعودية 47 سجينا بينهم الشيخ نمر النمر و4 قاصرين، مصطفى أبكر والمتظاهر علي آل ربح وأمين الغامدي ومشعل الفراج. أيضا المتظاهر محمد شيوخ، أيضا محمد الصويمين الذي أخبرت إدارة السجن أسرته أنه لم تثبت عليه جريمة جسيمة، كما أعدم غيرهم من جرائمهم غير جسيمة ومحاكماتهم غير عادلة. بعد يوم من الإعدام الجماعي أصدر المفوض سامي بيانا شدد فيه على أسفه الإعدام السعودي الشيخ النمر وكل شخص لم يرتكب جريمة قانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما كانت المواقف الدولية المتضامنة قبل وبعد إعدامه شاهدة على عدالة قضيته. غير أن ردود السعودية تضمنت ادعاءات غير صحيحة لم يثبتها القضاء. في الضمن نشكر المقرر الخاص على 15 رسالة رسلها للسعودية في آخر 4 دورات، 5 منها حول قضية الشيخ النمر. وبعد إعدام 47 يوجد 55 سجينا مهددين بالإعدام، بينهم 12 قاصرا و25 متهمين بالتجسس لإيران. محاكمتهم التي بدأت من أيام لا علاقة لها مع المبادئ العادلة. من وقت قريب صرح قاض في السعودية أن التغريد في تويتر قد يؤدي بصاحبه للإعدام، كما أنه مع وجود تعذيب وعدم نظر القضاة في شكاوى المعذبين خصوصا سجناء المباحث فإن القلق يتضاعف، بل أن هناك صكا يقول فيه أحد القضاة ما نصه: أمرت بإعادة التحقيق مع مس المتهم بشيء من العذاب، ولدينا هذا الصك. نطلب من المقرر الخاص المعني بالإعدام تجديد طلب الزيارة التي تقدم فيه 2015. وبعد أن أعدمت السعودية 47، هل من المناسب من ولايتكم تطلبون من رئاسة المجلس بحسب المادة 8 أن تعلق عضوية أي عضو يرتكب انتهاكات جسيمة كالسعودية؟ أيضا كيف ينظر المقرر الخاص المعني بالتجمع السلمي لاستمرار تجريم السعودية للتظاهرات السلمية؟